غربة ديالنا حنايا عشنا واحد سنين منو يانا. انا عندي 25 عام هنايا بلجيكا الحمد لله. انا اخدمت دخلت الفلوس لبلادي، درت الدار في البلاد. انا كنعيش هنا بغير قانون، مازال القانون كنستنى. راه عندنا المغاربه ديالنا، راه كاين 5000 مغربي كاين هنايا بلجيكا. انا عارف اشنو كاين في المحكمه، كاين 5000 المغاربه اللي عنده من 2009، اللي عنده 15 عام 20 من 10 سنين الفوق راهم هنايا بلجيكا الحمد لله كيخدموا. ولكن كاين واحد الحاجه خصهم، انا كنطالب المسؤولين ديالنا الله يعز محمد السادس الله ينصرو، يخصا يوقفوا معنا، يوقفوا مع ولادو. راهم هنايا في بلجيكا راه ضايعين، هما خدامين كيدخلوا لبلادهم، كيعرفوا لبلادهم، كيعرفوا. ولاني انا كنطالب المسؤولين، نطالب السيد الوزير الاول، نطالب المسؤولين الكبار، علاش جا مشهر 4 الوزير ديال بلجيكا جا تما قال لكم انا عندي 5000 ديال المغاربه بغيتو يرجعوا لبلادهم احسن من بلادهم هما. واش بنادم دوز 15 20 عام يرجع لبلاد؟ عنده القانون ديالو هنايا، راه فين ما مشيت عنده كلشي القانون ديالو. هما بلعوا عليه وكيقولوا انتم ماروكان، علاش حنا سيدنا راه شد تما افريكان 45000. انا كنتبع السياسه، انا كنخدم مع السياسه 45 عام 45000 عطاهم الوراق باش ما يجيوش عند اوروبا، يدخل على اوروبا، خليه يدخل عندهم. علاش حدفوني حنايا؟ علاش حنايا ما عندنا بو قانون؟ انا صافي، انا بقى عندي 60، دفعت الوراق دابا 2009 كنت عندي 55، دابا راه عندي 60. علاش؟ علاش المسؤولين ديالنا ينوضوا يهضروا الحمد لله؟ علاش اوروبيين كيدخلوا تما يديروا المشاريع كيقولوا هاك وحنايا يكرسوا علينا يبلعوا علينا؟ واش ما حنا ما عندنا بو الحكومه؟ حنا الله عز جلاله محمد السادس نصره، هو اللي غادي يدبر علينا وبالكيران، هو اللي غادي يجاوبنا، هما غادي يجاوبنا، هما اللي غادي يتفق معنا، يسيفتنا الميساج. حنايا سيفنا الميساج باش يعفو مع ولادو اللي كاين هنايا، ولادهم منظمين خدامين يخدموا البلاد ديالهم، ولانه عندهم الحق هنا، ما عندهم بوش الحق شي دوله اخر، عندهم الحق في بلجيكا. لحقاش راه حرطوا عليهم؟ راه كيتكرفسوا من الخدمة، شدوهم في الخدمة، ما كيعطيوهم جوج دورو، يخدموا عند المغاربة ديالنا ب 30 يورو، 24 يورو، يهز عليك الحجار، يقول لك أنت ما عندك بو الوراق، تدخل للجامع، سامحني، تدخل للجامع. أنا بنفسي 2010 بقيت أمبان واحد الفيلاج سميتو الروني. دخلت عند الجامع عند المسؤول سميتو الحاج محمد، راه فروني هو المقدم ديال الجامع. مشيت عندو قلت له يا اخي انا بكي طامبان دبرني غنركب غير من هنايا لبروكسان. قال لي انت ماشي مغربي، جبنا باسابورتير، جبنا هادي لحقاش راه نتوما كتجمعوا الفلوس من الجوامع كتدافعوا لداعش. حنايا اللي عايز
محمد السادس ما دفع لداعش، ما عندنا صالحه في داعش، والله العظيم ما لنا داعش. امين. حنايا اللي عندني اللي غادي نشدوا هنايا، انا بنفسي منين غادي نشد شي واحد كنسمع كيهضر شي حاجه نصيفط الميساج سيدي محمد السادس المغرب، الله يعز المغرب. السلام عليكم. أمين.